صباح الخير. اليوم ايش؟ اليوم 13 يناير، الاحد 13 يناير 2019، فحيكون هذا اول فلوج في 2019. ابغى اقول لكم على حاجة مهمة. لما بدأنا بداية السنة بدأت احط اهدافي، يعني اهدافي خلال هذه السنة. من ضمن الاهداف كان انه اطلع 6 باك في بطني. بعد ما كتبت الهدف بدأت اشتغل انه ابغى انفذه، فكلمت المدربة وقلت لها انه انا بطلع 6 باك بطني ومدري ايش. سألتني عن طولي ووزني وزي كذا، فقامت قالت لي انه لازم انزل وزن وبعدين نبدأ نشتغل على 6 باك. في حاجة مرة مهمة قالت لي عليها قبل ما نبدأ نشتغل على 6 باك، قالت لي لازم انه في خلال تنزيل الوزن، لما انزل وزني لازم نشيل دهون ونبني عضل. ممكن وزني ما يختلف على الميزان بس حيختلف في المقاسات، لانه قال حنشيل كل كمية دهون وحنبني مكانها عضل. راح احط لكم صورة كيف تكون الدهون والعضل. الدهون كده كبيرة والعضل صغير، مع انه هما كيلو كيلو نفس الوزن بس يختلف على الجسم، في شكل الجسم الخارجي. فحاليا عطتني نظام غذائي وعطتني برنامج رياضة، وقالت لي انه اوزن قبل واكتب شو اسمه هذا، اكتب المقاسات حق الجسم، يعني اقيس محيط الصدر محيط البطن مدري ايه كلها، اكتب القياسات واوزن على الميزان. فبحكيكم كذا بشكل سريع انه كيف اكتسبت انا الوزن. اول ما تزوجت كان وزني 40 بالتمام. افتكر يوم زواجي قست وزني وكان 40. طيب بعدها لما حملت وولدت زدت 5 كيلو، وبمجرد ولدت هي راحت من نفسها ما اعرف كيف، بس المهم انها راحت ال 5 كيلو ورجعت لوزن الطبيعي. بعد سنتين رجعت حملت وولدت زدت 10 كيلو. سويت افتكر رجيم مره كان قاسي سويته في رمضان ونقصت 5 كيلو وجلسه ال 5 كيلو الثانيه، وكان جسمي يعني كذا مرتب وحلو صراحة. بعدها بسنتين رجعت حملت وولدت، اللي هي آخر حملة للأسف اللي زدت فيها 20 كيلو. من جد 20 كيلو في آخر حملة، فكان هذا الوزن اللي حاليا أنا فيه أول مرة في حياتي أوصل له. بالنسبة لي وزن مرة كبير، مع أنه هو الرقم مو مرة عالي بس يعني بالنسبة لي وزن مرة كبير، لأنه كنت في الأربعينات. عموما أنا راح أكمل مع المدربة وراح أبدأ أطبع الأوراق كده، حط لي عبارات تحفيزية، حسوي الجدول للنظام الغذائي اللي أعطتني هو. النظام الغذائي حتغير لي هو كل أسبوع، وبرضه حسوي الصيام العكسي. عندي 3 شهور راح احاول فيها على قد ما اقدر انزل الوزن اللي اكتسبته من دحين. احنا دحين شهر 5 يعني 6 و7 و8، الين شهر 8 ان شاء الله بالهجري، ونشوف بعدين قديش راح اقدر انزل وزن. طبعا بعد ما انزل وزني راح احط لكم صورة وزني قبل وبعد. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كم وصلنا في اخر فيديو، 11000 مشاهدة خلال 3 ايام. مرة بالنسبة لي يعتبر إنجاز، أول مرة قناتي توصل أو فيديو في قناتي يوصل لهذا الرقم. في عندي فيديوهات ناجحة، يعني عندي فيديو وصل ل 200000 مشاهدة بس خلال فترة يعني تقريبا شهر أو شهرين حتى وصل لهذا العدد، بس هذا شوفوا خلال 3 أيام وصلنا 11000. فمرة شكرا لكم، شكرا لكل واحدة شافت الفيديو، شكرا لكل واحدة حطت لي لايك أو كومنت أو أي شيء. مرة شكرا لكم، أسعدتوني، الله يسعدكم. فخليكم دائما قريب من القناة بإذن الله. بإذن الله الفيديوهات الجاية كلها راح تكون أفكارها تعجبكم. هنا هذه كراتين زايدة، شوف كيف هذه الغرفة تقريبا كأنها مخزن، لسه ما سوينا فيها ولا حاجة، شوف كيف فاضية بس فيها بقية العفش. كل ما أرتب مكان أخذ الأغراض حقته. فدحين بما إني بسوي الرياضة فأحتاج هذه اللوحة. بسم الله. أركبها في المطبخ فوق السير وراح أحط عليها كل الصور اللي راح أطبعها. خلاص ركبت اللوحة، ايش رايكم بس الفن؟ يا صح مايل شوية بس يعني مشولي. وهنا جبت السير بس يبغاله تنظيف لانه جالس في الغبار، وهناك انظف السير وابدأ اطبع الاوراق وكلها حلصقها هنا.
وزنت بالميزان وزني، صورت بجوالي وبعدين طبعت الصورة. وهذه الأوراق كلها بعد ما طبعتها خلاص راح أقصها كذا على حد الورقة، وبعدين راح أركبها في اللوحة. وهنا عندي كمان الصور، آخر صورة هنا فيها وزني ما راح أوريكم، هي أقصها وأركبها على اللوحة. هذا الشكل النهائي للوحة، بس المكان اللي هنا الفراغ اللي في الركن راح احط فيه وزني قبل، ما حطيته عشان ما تشوفوه. وهنا حطيت كمان صورة الوقت حق الصيام العكسي، من الساعة 12 للساعة 8 ناكل، وبعد كده نصوم لين 12 الظهر اليوم الثاني، وممكن لين الساعة 2 حسب قدرتك. وهنا جدول الرياضات، مشي على السير وزومبا، والرياضات حقت التمارين حقت الجيليان، وبوش اب وبلانك. البوش اب والبلانك قالت مو شرط، عادي اقدر الغيهم، اذا ابغى الغيهم اجمعهم مع بعض اسوي تايبو. وبس شوية عبارات تحفيزية. وهنا جدول متابعة شرب الماء، كل ما اشرب موية يعني كل ما اخلص كاسة احط تشيك تشيك تشيك. وزي ما قلت لكم احط وزني. هنا هذه لو تفتكروها جيليان مايكلز حقت الخاسر الأكبر اللي كان يجي في MBC4، هي اللي راح أسوي التحدي حقها حق التمارين الرياضية اللي خلال شهر واحد، فحطت صورتها للتحفيز. وهنا راح أخذ محيط الخصر وتحت الخصر كل هذه البنود راح أحطها في خانة البداية، هنا راح أكتبها دحين قبل ما أبدأ. هنا حطيت بطاطس وجزر وكوسة، بطاطس وجزر وكوسة، وحطيت عليهم بهارات وملح وفلفل اسود وكمون، خلطتهم مره مظبوط مع شويه زيت زيتون، ودحين احط عليهم القصدير واخرمه كده شويه من فوق، وخلاص دخل الفرن. شوف كيف بعد ما خرجتها من الفرن كلها مستويه، اختبرتها ومو محروقه من تحت، يعني من تحت بس محمره. هنا عندي لحمه مفرومه حط عليها ثوم شويه بس، راح نحط شويه بصل، وطبعا بهارات هنحط ملح شويه شويه، فلفل اسود، كمون، وشويه بابريكا. ممكن كمان تحطوا بودره فلفل حار على راحتكم، وبس نخلطهم. هو الافضل باليد تتخلط، بس عشان ما عندي جلوفز خلص علي، فاحتاج اني اخلطه بالملعقه. نسيت ما اقول لكم ان نحط بقدونس، ما ادري كيف نسيته. حطيت قصديره في النص ححط فيها شويه زيت والفحمه ونكتم الغلط. بعدين حنجيب الصينيه ونرش رشه بس زيت. بعدها لك حرية الاختيار، يا اما تحطيها على النار يا اما انك تحطيها في الفرن، بس اهم شيء ما نقلبها على الوجه الثاني الا لما يستوي من تحت تماما. خلاص استوى من تحت وتحمر يصير نقلبه على الوجه الثاني.
الحمد لله وصلت كل الطلبيات اللي طلبتها، هذه كامل الطلبيات، بس باقي شحنة واحدة من جولي شيك وكذا أكون قفلت على كامل الطلبيات. بس حيبقى لي الأكسسوارات وكمالية، يعني كذا أشياء بسيطة ما اشتريتها، بس لأنه ما في أماكن عندنا هنا في مكة كثيرة، يعني ما عندنا مثلا زي هوم سنتر، أبيات، إيكيا، ما عندنا أبدا، فماني عارفة إيه للآن فين أروح أشتري كماليات للغرفة. هذا الطبعة أنا ما طلبتها، جيب لي هي أخويا يعني هذه هدية من عنده. راح اوريكم اشياء اشتريتها من جولي شيك، بس اشتريتها مره من زمان تقريبا من سنه لا تستغربوا، تقريبا لها سنه الاشياء، بس الكرتون ما فتحته، نسيته تماما، فلما نقلت على هذا البيت فجاه طلع لي الكرتون، فقلت خليني اوريكم اشياء ممكن يكون تغيرت اسعارها، ممكن الاقي صورها احط لكم، هي ممكن ما الاقي، ما اعرف ايش اللي حيصير، بس انه راح اوريكم ايش الاشياء اللي اشتريتها. انا طبعا الاشياء اللي اشتريتها كلها كانت في العروض المؤقته، تعرفوا جولي شيك ما يكون في عروض مؤقته، فكانت كلها رخيصة، وكنت في أشياء بعضها محتاجتها فطلبتها. جبت هنا كرتون جنبي وراح أوريكم واحدة واحدة. كل الأشياء اللي راح أوريكم هي أغلى شيء فيهم ب10 ريال، الباقي كله أقل من 10. فممكن تدخل موقع تلاقوا الأسعار متغيرة، ممكن تقول عليه كذابة، لا بس لأنه أنا مرة من زمان اشتريتها، راح كنت بكسره لأنه أنا من زمان اشتريتها، فما أعرف حاليا إذا الأسعار زي ما هي إذا تغيرت الله أعلم. المهم أول حاجة هذا الصحن، أنا اشتريت هذا الصحن مع الزبدية، هي تكون منفصلة، يعني الزبدية اشتريتها بسعر والصحن بسعر، مو مرة فاكرة بس اتوقع انه كانوا بخمسة ريال، الصحن بخمسة ريال والزبدية بخمسة ريال. وطلبت هذا، هذا الوكس، عارفينه الحبوب الشمع اللي تسيحيها في الحرارة وتشيل الشعر، مرة عجبتني انها بدون ألم، فلقيتها في جولي شيك بكم كانت، ب7 ريال، بس للأسف ما جت مع الماكينة حقته، فحشوف طريقة سيحوا بيها واقول لكم على نتيجته كيف. طلبت هذه عبارة عن لصق للدفاتر للبلانر لهذا، فمرة مفيدة، طلبت 2، بس واحدة جاتني ناقصة، هي تقريبا ناقصة واحدة، شايفين هذه كاملة وهذه ناقصة، كل واحدة 10 حبات، بس انا عشان جاتني واحدة ناقصة، واحدة 9 واحدة 10، بس هي المفروض انها كل واحدة تكون 10 حبات. طلبت هذه الاطباق اللي تجي سودا، كان مكتوب عليها انها تدخل الميكروويف، فاخذت للتجربه كم وحده 10 حبات. وكمان طلبت هذول الاثنين لوحات معدنيه لركن الكوفي، اللي عجبني انها شوفوا معدنيه مو فلي. وطبعا في كل مره اطلب من جولي شيك لازم اطلب من الشراريب حقتهم، مره كيوت وعمليه، يعني غسيل ولبس، فاخذت هذول 4 مع بعض، اخضر واصفر وردي وبني. وطلبت هذه خلفية للتصوير، صراحة جات افتح مرة من الصور الموجودة في الموقع، بس برضو حجرب. ثلاثة طلبتهم، عبارة عن خداديات، على اساس انهم خداديات في الموقع شيء، ولما وصلت شيء ثاني مرة مختلفة عن الصور الموجودة في الموقع، باهتة وفاتحة وباين انه رديئة، يعني جودتها مرة رديئة، القماش حقها سيء، ولو تشوفوا لو تلاحظوا فيها شوية كده حاجة سودة مبقعة بشيء اسود، للأسف مرة سيئة. كلهم الثلاثة باين انه كذا، عارفين لما يبان شيء مرة رخيص ورديء زي كذا. طلبت هذولا، هذا اللي تكتبي عليها بالطباشير، اوكي تيجي منوعة زي كذا، هذا الشكل ومربع ودائري، بس من كل نوع 3، هذا الشكل اللي كذا والمربع والدائري، يعني 9 حبات تجيكي في الظرف الواحد. واخذت فرشة مكياج، الفرش سمعت عليها مدح مرة كثير، يعني كل واحدة كانت تطلب فرش من جولي شيك تمدحها، اللي حطوا انها مرة ناعمة. كمان الشعر حقها ثابت، مي يعني مي يجلس يطيح. طلبت هذه الاعواد حقت الاندومي، مره حلوه، تجي هذه الاربع الالوان من كل لون 2، واحلى حاجه احس انه ما ندمت عليها هذا مع القلمين من جوا اسود، كل صفحاته سوداء، مره حلو. والاقلام تكتب عليه زي كذا، يعني تطلع زي كذا، اعطوني واحد فضي وواحد ذهبي، شوفوا مثلا، شوفوا كيف مرة حلوة بالقلم، القلم يجي كذا راسه. وهنا اخذت من هذه الكروت حقت البطاقات، في منها ابيض واسود وهذا البني، للاسف الابيض والاسود ما ارسلوا لي، هي انا طلبت 3، انا طلبت 3 من هذه على اساس 2، واحدة بيضة وواحدة بني وواحدة سوداء، ارسلوا لي 2 بني وارسلوا لي هذه الغريبة. حلوة هاي، تنفع للهدايا، تنفع لاي حاجة كي تكتبي عليها وتدبسيها في الشيء. في كل علبة في 100 حبة. طلبت هذا الشيء الحلو الصغنون، شايفين
كان مكتوب في الموقع انها هي تيجي اربع مع بعض، بس ما جات الا واحده، هذه وحيده في العلبه اللي هي من الاشياء اللي تتلصق على الثلاجه، بس واحده ارسلوا لي، بس شكلها مره كيوت. واخر حاجه هذه ما ادري ايش موجود جوتها، راح افتحها واشوف. هذه طلعت لوحه برضو تكتب عليها بالطباشير تتلصق في الجدار. هذه افتكر اني طلبتها، كنت ابغاها في المطبخ، حاليا ممكن استخدمها في المخزن لانه في المطبخ ما في مجال لها، ما في مكان، او ممكن اني اعلقها على الثلاجه، ما اعرف، هشوف اذا قابلة للنزع راح احطها على الثلاجه، واذا ما تنفع راح احطها في المخزن عادي. بس مشكلتها انه مره مجعلكه مره، شايفين كيف طريقه تخزينهم لها، انه كذا زي الرول عجلكتها. وبس والله هذه هي كل المشتريات، بس زي ما قلت لكم اللي خاب ظني فيها هي الخداديات، للاسف جات مره سيئه، ما تنفع ولا باي شكل من الاشكال، معدومه وباهته وباين كذا كانها مغسله مليون مره زي كذا. طيب هنا نكون وصلنا لنهايه الفلوق، حاولت على قد ما اقدر انه انقص من صوت الموسيقى في الفيديو هذا او في الفلوق هذا، لانه شروط اليوتيوب تعجيزيه بصراحه بالنسبه للموسيقى. طبعا حاجه زي ما انا مستمره ادور حلول لموضوع الموسيقى، وباذن الله باذن الله اذا لقيت حل راح الغي الموسيقى تماما تماما. حاليا بس نقصت صوتها وخليتها في مقاطع بسيطه، يعني ما كثرت المقاطع اللي يكون فيها موسيقى، وبعد ما الاقي حل ان شاء الله راح الغيها تماما. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، ومع السلامه.